لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هذا اللقاء الهام والمرتقب، ولا أبالغ إذا قلت هذا اللقاء التاريخي لهذا الجيل من اللاعبين، اللقاء الذي يجمع بين منتخبي السنغال وبنين، أولى مباريات الدور ربع النهائي في أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، البطولة المقامة في مصر في الفترة من 19 فبراير إلى 11 ماتياس دي جينو. أي حاجة، رمي 12 سنة فقط هذا اللاعب، عدى حلو، والفاول واضح، والكرة المشتركة مع روتم. هذه كرة عرضية جوه 18، يشتت الدفاع سريعا دفاع منتخب بنين. ما زالت الخطورة قائمة، وحكم اللقاء يطلق صافرته معلنا عن تسلل أو دينجرس بلاي على سامبا ديالو كابتن منتخب السنغال. اللاعب يرتناك استخدام لتقنية الفار. إلى الفهود، وبالتالي رسميا وببيان رسمي مباراة تحت عنوان فوز وحيد يجعلك في كأس العالم في إندونيسيا. سامبا ديالو تطول من ديالو، غير موفق في غال العرضية جوه 18، وعايز يلعبها من الوضع طائرا، عايز يلعبها باك وردة خلفية مزدوجة. اللاعب سكب الكعب وانطلاقة في الجانب الأيمن، عرضية لمنتخب بنين على استطاع، بينما هذه اللقطة اللي سقط فيها مهاجم بنين ساميدو باوا في كرة مشتركة، انطلاق وتوغل داخل منطقة الجزاء، ويطلع حارس المرمى عبد العزيز، خروج خاطئ من الحارس واصطدام مع المدافع، وفرصة هدف، فرصة هدف، فرصة هدف. مش ممكن سامبا ديالو، مش ممكن سامبا ديالو، المرمى خالي من حارسه، ومواقف وطرائف، مواقف وطرائف، أسهل الفرص، أسهل الفرص وضيعها سامبا. أحرز سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي جائزة أفضل لاعب لشهر فبراير في الدوري الإماراتي دوري أدنوك للمحترفين، وجاء هذا بعدما قدم الدولي المغربي مستوى مميز خلال المباريات التي خاضها مع ناديه العيني، حيث سجل 3 أهداف خلال فبراير الماضي في شباك الظفرة والجزيرة واتحاد كلبا، ويحتل رحيمي المركز 6 في قائمة هداف المسابقة المحلية هذا الموسم بعد تسجيله 9 أهداف. وسبق لسفيان رحيمي أن توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر عدة مرات، علما أنه أحرز جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي الموسم الماضي. يذكر أن العين الإماراتي يحتل المركز 3 برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر شباب الأهلي دبي.